البرنامج الإذاعي بصراحة الذي تقدم الإعلامية باتريسيا هاشم عبر أثير إذاعة فايم إفن. في بداية اللقاء أكدت أنها لا تدعي بأنها أحدثت الفرق وإنما الحياة تغيرت في السنوات الأخيرة، وأبرز ما جاء في الحوار لماذا انتقى العرض فخامة الشك من محطة الجديد إلى ريم تي في. أفصحت كلوديا أن العمل تم كتابته منذ أكثر من سنتين وارتقى في الرفاعي بأن ينفذه مع شركة صدى التي تعود للجديد، لكن مع ذلك تم طلب عرض من ريم تي في وتم الاتفاق، معتبرة أن المقيمين على محطة ريم تي في يتواصلون معها بشكل دائم ويحبون أعمالها. وعن التنافس القائم بين الشقيقتان النسي وفخامة الشكم الذين يعرضان في الوقت نفسه، اعتبرت أن هذا الأمر حدث في رمضان الماضي وكانت تفضل أن يعرض كل واحد منهما على حدة، ولكن لا تتدخل في سياسة الإنتاج، لكن شددت على أنها سعيدة جدا بولديها كما وصفتهما وتخاف على نجاحهما. وأضافت أن الأسماء إيجابية لكل منهما، ومعظم الذين تلتقي بهم يخبرونها عن محاولتهم لمتابعة العمل إن كان على الشاشة أو عبر الإنترنت أو هناك من تعلق بواحد أكثر من آخر، ولكن بشكل عام التعليقات إيجابية جدا. وأشادت بدول ثريا التي تجسد الممثلة نادين الراسي التي وصفتها بالمبدعة، مشددة على أن هذه الشخصية أحد أهم الأدوار المميزة في حياتها، كاشفة بأنها كتبت الدور وأضافت إليه خصيصا لها ودفعتها لتنفيذه بعد أن كانت مترددة في تجسيده، لأنه دور صعب ويثير رأي المشاهد لحدته. قائمة الغضب والظروف التي كانت تمر بها نادين ساعدتها بتأدية الدور بحذافيره بعيدا عن استعطاف أو إثارة غضب المشاهد. وعن فخامة الشك أشادت كلوديا بدور الممثل يورجو شيلو الذي أكدت على حضوره وإحساسه وشخصيته النادرين بين الممثلين. برأيها مشددة على أن شيلو يتعمق في النص ويخبر الكاتب عما ينصب وما يدور برأيه، معتبرة أن له الفضل الأكبر في متابعة المشاهدين للعمل. وأكدت أنها كانت على يقين بأن كل من يلقو شلل وتأذى شمعون سيجسدان دورهما بحرفية. ضيفت بأن الفنانة سامي فجاءتها بتمثيلها الذي تحسن كثيرا عن المرة الأولى، والممثلة جيسي عبدو التي وصفت دورها بالمميز ومن الأفضل في مسيرتها، ونوهت باشتراك الممثل الكبير يوسف شلاف الدين، معتبرة أن الجميع يجسدون أدوارهم بطريقة مميزة. أما عن ولد جوري، كانت كلوديا تجرأت وكتبت هذا العمل خاصة أنه يحتاج إلى جهد كبيرة وفكرته تعتبر من المحرمات في نظر المجتمع. وأضافت أن موضوع العمل قوي جدا وكشفت بعضا من فكرة العمل، حيث تخطب والدة الشاب القاصر والتي تلعب دورها الفنانة الكبيرة ملاح نادي صراعا كيف ستتخلى عن ابنها ليدخل سجن الأحداث في لبنان، خاصة أن ليس لديها أي ثقة بالسجن وتخاف عليه أن يدخل إلى السجن بلحظة خلي وأن يخرج منه مجرما. أما دور نادين الراسي في العمل فهي التي تلعب دور شقيقة الضحية وتحمل هذه القضية على عاتقها. كلوديا أكدت أن العمل يتم تنفيذه بشكل جميل جدا وأن التصوير شارف على نهايته على أن يعرض خلال شهر رمضان عبر شاشة الموسيقى.